كاميرا؟ ايه؟ تشت حضرتك. تشت. تشت انت تفهم ايه في الكاميرا؟ طب تاخد الكاميرا في امين ايه يا ابني في انت جايب ده ما بيفهمش يا دكتور ما بيفهمش في التشويق. لا لا انت بتفلي ايه حضرتك؟ استغفر الله العظيم يا رب. برنامج عالم الحيوان. ايه ده؟ ايه يا باشا ده؟ جايب لنا كلاب في الاستوديو؟ جاهز؟ الله اكبر. يا شبشب توكيل يا ولد. توكيل جنوبة. ايوه. توكيل يا باشا يا استاذ عبد العليم. ايوه يا عم ده من توكيل امها. يا لهوي على القشف. ما تخلص على الهوا يا ابني ولا ايه؟ يا استاذ فتحي فيها يا استاذ فتحي انت بتشتغل فرح. بشوف الديتيرجي حضرتك. الديتيرجي ايه؟ الديتيرجي اللي ناخدها في الشغل. عايزين نخش يا ابني الاساتذه مش فاضيين. يلا. القنوات كلها عايز تستضيفهم. يلا يا عم يلا. اطلع. 5 4 شيري 2 ها اكشن. اهلا وسهلا بيكم مع برنامجكم المحبوب الكلام ده والكلام دوكها. ومعانا في البرنامج السياسيين الكبار الدكتور الاستاذ عبد العليم. ومعانا السياسي المخضرم الاستاذ عبد الحليم. واحب استاذ عبد السؤال موجه للاستاذ عبد الحليم طبعا. اتفضل استاذ عبد الحليم. كثرت الشائعات والحقائق حوالين موضوع الطائرات. ايوه ايوه. هل فعلا سقوط الطائرات ومش في مصر بس في كل الدول طبعا. ده بيبقى لو سمحت انا بلاحظ ان حضرتك باصص له بس يعني إيه؟ في ايه يعني خلت امي مش عاجباك ولا في ايه حضرتك؟ انا باصص له عشان موجه له هو السؤال. معلش وجه لي السؤال وبص لي نظره. انا مش كلمه نظره. ابص لك لما اجي اوجه لحضرتك السؤال يا استاذ عبد العليم. مش شرط مش شرط حضرتك مش شرط حضرتك. حضرتك ممكن تبص لي وحضرتك بتساله عادي جدا. انا بساله عادي جدا. انا لسه بساله. انا لازم ابص له عشان بساله. معلش نظره برضه نظره كده عشان اطلع معاك في التلفزيون. ما ينفعش اقعد. ما انت هتطلع انت ايه بتطلع في التلفزيون ايه؟ معلش انا اسف. ما انت هتطلع في التلفزيون. انا اسف انا اسف. هو حضرتك ليه واخد كلامه يعني كانه كلام مهم يعني وبتتناقش معاه وبتقول له معلش هو عايز يقطع عليه. انا بقول له اصبر. إيه انا بقول لك انا يعني كلام مهم يا دكتور. يبص لك ليه يعني؟ حصل ايه؟ ايه بص لك ايه النظره دي وقاعد مع قاعد مع خطيبته؟ ماليش دعوه. انا نظره نظره. معلش حضرتك هياخدك يلففك يجيب لك ورد بقى. لا انت في ايه انا وانت ايه؟ انت حيوان بقى. حيوان ليه يا استاذ؟ في ايه؟ لا لا انت حيوان. لا ما توصلش ان انت تقول لي حيوان. انا مش صغير. انا راجل محترم. ايه ده يا راجل؟ ليا الشرف ان انا موجود. ليك الشرف ان انت موجود ازاي؟ يعني ايه؟ طبعا. وانت ما ينفعش تشتم. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لك كده. اتفضل انت. انا بكلمك بصلي. مش ممكن. معلش. كل حته. البصلي احنا في ثالثه اول هنا ولا ايه؟ ايه بصلي؟ انا خريج الكونسرفاتوار يا كلب. ايه؟ ثواني خريج قولها كده كمان مره. كونسرفاتوار. خريج كونسرفاتوار وتطلع محلل سياسي؟ ايوه عاد مجموعي. مجموعي ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم اي حاجه. لا احنا بشايف ايه ده؟ ده محلل سياسي من الكاميرون. ايه المنظر ده؟ لا اسم الله عليك انت اللي عادي. مش ممكن يعني. نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه. مش هينفع كده. مش هينفع الاسلوب ده. انا اعلامي ليا وضعي. تطلعوا تعزقوا بعض على الهوا. يا احمد راسك ابو سعد. انا اسف يا سيدي. انا اسف يا سيدي. انا اسف. ولا تعني يا ام سعد. اوكي عايز حلقه سخنه. عايز حلقه حلوه. والله لكن ما توصلش للسباب. خلاص ما ينفعش كده. انا اسف يا سيدي. أنا آسف وراسك وبستان. انا اسف. ده شرف كبير اللي انا قاعد معاك. والله شرف لي انا يا استاذ عبد الحليم. انتوا البرنامج مش شويه. هطلع على الهوا. عايز حلقه سخنه من غير شتايم. ماشي يا استاذ. اتفضل يا استاذ. اهلا وسهلا بيكم ورجعنا لكم مره تانية في برنامجنا الكلام ده والكلام دوكها. وبنكمل كلامنا مع الاستاذ عبد الحليم. وكنا بنقول له السؤال. ايوه. هل الطائرات اللي بتقع دي ناتجه عن حدث ارهابي ولا عن شيء طبيعي ارتطام مثلا في ماء الهواء الجو؟ طبعا الـ العوامل الطبيعيه. هو البرنامج ده اسمه السؤال.
مفيش اجابه. ما ادينا فرصه نجاوب. لازم اديك السؤال. لازم انت بقالك ساعه بتسال. ما لازم اطرح لك الاطروحه كامله عشان تقدر تجاوب. طب اتفضل. اتفضل انت. خلاص خلصت. خلصت. اه بص يا سيدي، الطياره وقعت. طيب الطياره وقعت ليه؟ هي عده اسباب. طبعا احنا هنجيب الاسباب، هنبدا من المنشا. ليه الطياره وقعت؟ طب الطياره بتطير ازاي؟ ما احنا لازم برضه نبقى عارفين. ما احنا برضه ايه، ما احنا ما نقولش وقعت وما احناش عارفين الطياره اساسا بتطير ازاي. الطياره طبعا. خلي بالك بتطير ازاي. ازاي خدت لي بالك انت؟ الطياره بتطير ازاي؟ ما احنا لازم نقول الطياره بتطير ازاي حضرتك. ما احنا لازم نبقى عارفين. ما احنا مش لازم نبقى عارفين. لا مش لازم نبقى عارفين. انت وضح للساده المشاهدين. ماشي. الطياره بتطير ايه؟ خلي بالك. خدت لي بالك؟ بتمشي بقى شويه بعد كده. ده صوت الطياره. لا لا ده الطياره ماشيه على المحور. ايه ده؟ ما انا بقول لك صوت الطياره عشان لو في حاجه في المحرك ولا حاجه نبقى عارفين. ما خلي بالك انا راجل محلل مخضرم. طب ودارس بره وجوه. مش جوه. ايه دارس بره وجوه حضرتك؟ يعني محترف. يعني ايه مش فاهم دارس بره وجوه؟ كمل حضرتك. كمل اللي جاب. الطياره